عليكم. طبعا كل واحد يشتغل بمجال التخدير بالعمليات حيعرف أجهزة الإيرواي. فمن ضمن هاي الأجهزة اللي هو اللارنجيال ماسك إيرواي اللي هو تشوفه قدامكم. بس شنو أكو نوعيات؟ مثلا هسه إحنا عن يعني حلقة اليوم عن هذا النوع اللي هو يسمون نبروسيال لارنجيال ماسك. البروسيال شنو مميزاته؟ احنا نعرف بانه اللارنجيال ماسك العادي اللي هو شبيه بالكاف وبالتيوب والفالف اللي هنا والهاي التيوب. زين بهذا النوع شنو المميزات؟ خلنا نبدي مكوناته واحد واحد. اول شيء هنا ايش عندنا كونكشن، هذا الكونكشن 15 ملي. زين الحين نجي هسه على الجزء الثاني اللي هو هذا التيوب اللي مكتوب ساعة عليه 4، يعني الحجم 4. هذا التيوب يسموه فلكسبل، يعني الفكرة مالته يشبه الارمرد تيوب. هاي مثل ما جاي تشوفون هنا مكتوب الحجم، هنا مكتوب الاوزان اللي نستخدمها، وهنا اسمه البروسيال لارنجر ماسك. زين هاي قلنا العاديات. الميزة بهذا بانه مش عنده هذا الجزء، شوفوا هذه المطاطة يسموه بايت بلوك، يعني أخاف المريض يريد يعض التيوب سواء هذا التيوب أو هذا ملحة يقدر يعض، ليش؟ هنا أكو حماية من العض. التيوب هذا شنو؟ الدرين تيوب، هو هاي هنا النقطة المهمة. شوفوا درين تيوب، الدرين تيوب شنو شغله؟ إحنا من نخلي نعرف اللارنجر ماسك العادي شو اللي حيسبب لنا؟ يعني ما يحميل الايرواي من الغاز الكونتيننت، يعني من يرجع محتويات المعدة سواء فوميتنج او سكريشن مثلا، ما يحمي حماية تامة. بينما البروسيال يحمي اكثر، هاي اول نقطة. النقطة الثانية حتى لو صار سكريشن فوميتنج راح نقدر نسحبه من الدرين تيوب. وطبعا هاي الدرين تيوب هنا بدايته، زين يجي من هنا وين يوصل هنا، هاي يسموها الدرين اورفيس. من هنا الفتحة مالته اللي تصير على الاسوفيجاس، فنسحب منه فحيحمينا من يسحب محتويات المعدة اذا صار فومتنج. نفس الشيء نقدر نخلي بي ان جي تيوب من هنا، طبعا هذا يتحمل قياس 18 بالان جي تيوب. زين فبهالحالة احنا حنقدر نستخدم ضمن اجهزة الديفيكولت ايرواي. مثلا اكو عمليات ما نقدر نستخدم بيها اللارنجل ماسك العادي، ليش؟ بسبب بانه اللارنجل ماسك العادي قلنا احنا ما يحمينا من الاسبريشن. اللارنجل ماسك هذا البروسيال حيصير اكثر احكام، والدرين تيوب هاي الفائدة مالته فحيحمينا من الاسبريشن. ابسط مثال هذا نقدر نستخدمه بعمليات الجويتر او العمليات اللي هي difficult intubation full stomach. اتمنى يعني الشرح واضح وسهلة. وطبعا العلم قبل ما اختم الحلقة، باقي الاجزاء هي نفس اللارنجل ماسك العادي. يعني هنا مثلا يقول لك ننفخ ب60، هنا الادلت شقد الوزن المسموح له والقياس مالته، وهذا مال درين تيوب. هم تأشيرات. شكرا لكم.